In progress. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة 21 هنتكلم فيها عن question words، أدوات الاستفهام. عندنا منهم بعض أدوات الاستفهام زي who, what, which, where, how. who أول واحدة معناها من، بتسأل عن الشخص العاقل. what معناها ما أو ماذا. which معناها أي للاختيار. where معناها أين. how معناها كيف. إن هو بتسأل عن الشخص العاقل زي المثال هنا اللي في الديالوج، who is that؟ مين ده؟ who is that؟ okay. what معناها ما أو ماذا، بسأل بيها عن الشيء. what are you doing؟ تعمل إيه؟ what are you doing؟ which معناها أي للاختيار، لما أجي أخيرك بين شيئين وبسألك أنهي فيهم، أيهما فيهم أفضل أو أنهي فيهم أنت تريده. which. where بسأل بيها عن المكان. how بسأل بيها عن حاجتين، الحال والوسيلة. we use who، بستخدم who اللي هي بتسأل عن الشخص العاقل، to ask question about people، بسأل بيها عن الناس. who is that؟ مين ده؟ لما يجاوب بعمل سيزر. that is my sister، هذه تكون أختي. مثال تاني، who are you phoning، بكلم مين؟ هايدي، بكلم هايدي. we use what، بستخدم what to ask question about things، عن الأشياء. what بقى بتسأل عن الأشياء مش البيبل. what is that، إيه ده؟ it's a camera، دي الكاميرا. what are you watching، اتفرج على إيه؟ an old DVD. okay. هنا بعض الأمثلة، لما أقول they are my teachers، دول المعلمين بتوعي، يبقى هسأل عليهم بإيه؟ بهو. طب number one it's a mouse the far، يبقى إيه؟ أسأل عليه إزاي؟ what، ما هذا. number two this is my brother، ده أخويا، بسأل عليه بإيه؟ بهو. رقم three those are mangoes، دي تكون مانجا، أسأل عليها بإيه؟ what، عشان ده شيء. رقم 4 that is the president، هو ده الرئيس، اسال عليها بايه؟ بهو، عشان ده شخص عاقل. رقم 5 they are mike's friends، دول اصحاب مايك، اسال عليهم بايه؟ بهو. نمبر 6 that is the eiffel tower، ده برج ايفل، اسال عليه بايه؟ what. نمبر 7 they are my parents، هم دول والدي، اسال عليهم بايه؟ who، عشان دول شخص عاقل. اللي بعديها it's an old book، ده كتاب قديم، اسال عليه بايه؟ what. number 9 they are students، دول طلبه، at my school، في المدرسه بتاعتي، يبقى اسال عليها بايه؟ who، من هؤلاء. number 10 they are the pyramids، هم دول الاهرامات، اسال عليهم what. okay. طيب التدريب اللي بعديه هو مديني سؤال بس ناقص بس ال WH question، أداة الاستفهام، ومديني الإجابة اللي أنا بناء على الإجابة هقدر أعرف أداة الاستفهام هي إيه، هو بيسأل عن إيه. ف for example على سبيل المثال أول واحدة is your favorite singer، المغني سينجر، مغني جاي من سينج يغني، طلع إيه؟ أر بقت سينجر مغني. المغني المفضل بتاعك، فهنا قال جيني سباركلز، يبقى هنا بسأل بهو، مين هو المغني المفضل بتاعك؟ طب نمبر 1 is your favorite sport، رياضتك المفضلة، فقال باسكت بول، يبقى هنا أقول إيه؟ هسأل بإيه؟ what، ماذا؟ what is your favorite sport؟ باسكت بول هي رياضتي المفضلة. طب نمبر 2 are you eating، بتاكل إيه؟ فالإجابة an apple، تفاحة، يبقى هسأل بوات، what are you eating؟ number 3 is making dinner، بيعمل العشاء، فقال my dad، بابايا، شخص عاقل، بسأل بإيه؟ who. number 4 cleans your bedroom، بينظف أوضتك، فالإجابة كانت me، أنا، ضمير مفعول به خدناه، me أنا، يبقى هسأل بإيه؟ who. number 5 can you draw، تستطيع أن ترسم، الإجابة animals، حيوانات، and flowers، وزهور، يبقى الإجابة what، what can you draw. number 6 can speak Spanish، تستطيع التحدث اللغة الأسبانية، فالإجابة كانت Helen،
شخص عاقل بسأل who. Number seven, would you like to do, تحب أو تود أن تفعل. فالإجابة watch a film, اتفرج على فيلم. يبقى السؤال what, what would you like to do. Number eight, is your name, اسمك لو. فهنا بسأل عن اسمك, ما اسمك. يبقى السؤال what. التدريب اللي بعديها, التدريب رقم 5 هو listening. عاوز اعمل هنا صيغه سؤال, بس هرتبهم بس in order, بالترتيب. هعمل question ازاي؟ هبدأ بأداة الاستفهام هو, بعد كده واحد من التسع ادوات اللي خدناهم معناهم هل, اللي هم am او is او are او do او does او have او has او can او would. واحد من التسع دول بيبقى معناهم هل, دول اللي خدناهم within الليفل, خلال الليفل ده. بعد كده الفاعل بتاعه, يبقى ده الاستفهام واحد من التسعه اللي هم الافعال المساعده او الناقصه. بعد كده الفاعل, بعد كده الفاعل بتاعي في الجمله. طب نمبر 1 هبدا بايه؟ ده الاستفهام وات, الفيرب تو بي از, يبقى وات از اللي انا بسال عنه ايه؟ وات از يور مامز نيم, ما هو اسم مامتك. وهنا يور صفه ملكيه, وقلنا صفه الملكيه بيجي بعدها اسم اللي هو مام, يور مام نيم, يور مامز نيم. وهنا اس اس الملكيه اللي خدناها قبل كده, يبقى وات از يور مامز نيم. طب عاوز اسال عن اسم اخوك, هقول ايه؟ وات از يور براذرز نيم. طب اسم اختك, وات از يور سيسترز نيم. طب اسم باباك, وات از يور فاذرز نيم. طب اسم صديقك او صديقتك, وات از يور فريندز نيم. اوكي, طب نمبر 2 ابدا بهذا الاستفهام هو, الفيرب تو بي از, يبقى هو از صفه الملكيه يور لان هي بتيجي قبل الاسم, يبقى هو از يور بيست فريند, مين صديقك المفضل. رقم 3 ابدا بأداة الاستفهام وات, بعد كده واحد من التسعه اللي هي دو, يبقى وات دو, الفاعل يو, يبقى وات دو يو. واحد من السته اللي هو الفعل ايت, يبقى وات دو يو ايت, ماذا تاكل فور بريكفاست, يبقى what do you eat. نمبر 4 اسال بقى تفهم what, عاوز واحد من التسعة have, يبقى what have, الفاعل you, what have you. كمل بقية الجملة, الفعل اللي بيجي got مع have بيجي got, have has got, يبقى what have you got in your bag, معاك ايه في شنطتك. نمبر 5 هسال بهو, لكن فعل مساعد do, يبقى who do, الفاعل you, الفعل travel, يبقى who do you travel to school with, بتروح المدرسة مع مين. طيب التدريب السابع, music, موسيقى, you listen to, بتسمع لها, يبقى هو what music, ايه الموسيقى, ما هي الموسيقى, do you listen to. طب number one, songs, اغاني, can you sing, تستطيع تغنيها, يبقى هو ايه, what songs, ايه هي الاغاني, can you sing. number two, is your favorite band, الباند اللي هي الفرقه الموسيقيه, هسال اقول ايه, what is your favorite band. رقم 3, is your favorite song, اغنيتك المفضله, song يعني اغنيه, we sing يعني يغني, we singer يعني مغني, sing يغني, song اغنيه, يبقى معاها songs اغاني, singer لما اضيف لها ER كلمة sing يغني, لما اضيف لها ER تبقى singer مغني. طب رقم 3, is your favorite songs, song اغنيتك المفضلة, يبقى اسأل بايه؟ رقم 3, what is your favorite song. رقم 4, is your favorite singer, singer مغني, يبقى اسأل بايه؟ what, what is your favorite singer. رقم 5, instruments معدات موسيقية, can you play, تعزف عليها, بلاي معناها يعزف, بلاي بتيجي ثلاث معاني, يلعب يعزف, وبلاي بتيجي بمعنى مسرحية. يبقى هي المعدات الموسيقية اللي تستطيع انك تعزف عليها, هقول what instruments, ما هي المعدات, can you play. طب هنا رقم 4, is your favorite singer, هسأل بإيه, singer مغني, يبقى أنا بسأل هنا عن شخص, هقول who, who is your favorite singer. number 6, is your favorite film, فيلمك المفضل, سأل بوات,
What is your favorite film? Number seven, is your favorite actor? Actor يعني ممثل or actress أو ممثلة. يبقى أسأل بإيه؟ مثلا عن شخص هنا يبقى أسأل بهو. Who is your favorite actor or actress؟ مين هو المغني أو المغنية المفضلة بتاعتك؟ هنا بيسألني بيقول Who is your favorite teacher؟ مين المعلمة المفضلة عندك؟ طبعا هنا ميس مودي. هنا بسأل عن شخص Who. What music do you listen to؟ إيه الموسيقى اللي تسمع لها؟ I listen to pop music. Pop music نوع من أنواع الموسيقى. طيب عندي which، وقلنا دي we use which when we choose، لما نيجي نختار choose between things، لما اجي اختار بين شيء. Which is Tony's car؟ انا فيهم عربيه توني بس ملكيه هنا. Which is Tony's car؟ انا عربيه توني the blue one، العربيه الزرقاء هي اللي بتاعتكم. Which is Beth؟ انا فيهم Beth the girl with red hair، البنت اللي عندها شعر احمر هي Beth. يبقى which بستخدمها for choices للاختيار. طيب where هنا بستخدمها للمكان. To ask a question about places عن الأماكن. Where is your school؟ في مدرستك. Where do you live؟ أين تعيش. Where do you live؟ حطيت هنا do لأن الجملة مضارع بسيط. Where do you live؟ Where واحد من التسعة دول فاعل you فاعل في مصدر live. Where do you live؟ طيب هنا عندي how. To ask about way بستخدم عن الوسيلة. You do something اللي بتعمل بقى شيء ما. مثال how do you spell؟ ازاي spell؟ spell يعني تهجى. How do you spell that word؟ ازاي بتهجى الكلمة دي؟ اقول ايه؟ M O N K E Y. How do you get to school؟ ازاي بتوصل المدرسة؟ مثلا عن الوسيلة اهو by bus. We also use how old. How old معناها كم العمر؟ To ask about something age. Someone age. أسأل عن عمر شخص. Say, how old are you? عمرك كم سنة؟ I'm 12. أنا عندي 12 سنة. طب هنا السؤال رقم 4. They are on the desk. هم على المكتب. أسأل بإيه؟ أنا هنا بسأل عن مكان. فأقول إيه؟ Where؟ واحد من تسعة are. بقى الفعل زي. Where are they؟ Number five, it's on the chair, على الكرسي. بسأل بإيه برضو؟ Where, مكان. يبقى where is it؟ بعمل مقص. Number six, they are on the floor, على الأرض. بسأل بإيه؟ Where. بعد كده, are they, where are they؟ طب هنا في التمرين 13 عاوز أكون سؤال for my question. هنا نمبر 1 معمولة where are my shoes؟ فين ال shoes بتاعتي؟ نمبر 1 where فعل مساعد is، يبقى where is the station؟ أين المحطة؟ نمبر 2 بسأل عن العمر، بقول إيه؟ how old are you؟ بس ناخد بالنا لما أنزل how أعمل أول حرف capital letter. نمبر 3 أسأل برضه ب where أين؟ where do you live؟ أين تعيش؟ بدأت الاستفهام، بعد كده دو واحد من تسعة فعل المساعدة، بعد كده فعل يو، بعد كده فعل في مصدر live. Where do you live؟ رقم 4 where عاوز فعل مساعد are فاعل you بعد كده الفعل going. قلنا am with are فعل مضاف له ing مضارع مستمر. Where are you going؟ Where are you going؟ رقم 5 حسن بقى تستفهم how فعل مساعد do، يبقى how do الفاعل you الفاعل اللي بيعمله spell يتهجى، يبقى how do you spell your name. number 6 هسأل بهاو how old كم العمر is your brother، كم عمر أخوك؟ how old حط الفعل المساعد الأول is بعد كده الفعل your brother. how old is your brother. رقم 7 هسأل بوير على استفهام أين، بعد كده فعل ناقص would واحد من التسعة اللي احنا أخذناهم، يبقى where would الفاعل you، where would you بيجي معاه فعل like، where would you like to go أين تود أن تذهب. رقم 8 where فعل ناقص can، يبقى where can اللي واحد من التسعة، where can الفاعل I الفعل في المصدر buy. Where can I buy a pen؟ من أين أستطيع أن أشتري pen؟ طب عندي هنا
three examples، ثلاث امثله. بيقول it's on the desk، على المكتب، يبقى where is the apple، فين التفاح. It's on the floor، على الارضيه. It's on the floor، على الارض، فالباج هي مفرد. is يبقى اقول where is the bag، اين تكون الشنطه. رقم 2 they are on the bed، على السرير. و are جمع، يبقى انا بسال هنا على التراوزرز، البنطلون، لان القطعتين بعملوا معامله الجمع. بقول where are the trousers، اين يكون البنطلون او البانتس، where are the pants. رقم 3 it's on the bed، على السرير، مفرد. ممكن اختار الجيتار او الشيرت، فممكن اقول where is the guitar، where is the guitar او where is it. هنا بيقول how do you spell watch، ازاي تقدر تتهجى كلمه watch. W A T C H، correct، صح. هنا عاوز اعمل اسئله. Where is the apple؟ The apple is on the table. ايه السؤال اللي اعمله هنا؟ يبقى اجابته بيلي is 12 years old. 12 12 عنده 12 سنه، بسأل بالعمر. يبقى how old is Billy؟ How old is Billy؟ طب I live in England، انا عايش في انجلترا. live هنا فعل في المصدر، يبقى مضارع بسيط. يبقى هسأل بدو أو بدس. يبقى هسأل بوير الأول، مكان، وير، أحط دو لأن الفاعل هيبقى يو، أي هتطلع يو. يبقى وير دو يو ليف، أين تعيش؟ طبعًا مش هقول إنجلاند لأن دي الإجابة، أقول وير دو يو ليف، أين تعيش؟ جيراف. طب ممكن أسأل أقول إيه؟ هاو دو يو سبيل ذيس وورد، هذه الكلمة. هاو دو يو سبيل ذيس وورد، أو هاو دو يو سبيل جيراف. رقم 4 هيلين از ان هير بيدروم، هيلين في غرفتها، بسأل عن مكانها. وير فعل مساعد از، وير از هيلين، اين تكون هيلين. رقم 5 they travel to school by car، الاول الجمله زمانها مضارع بسيط، travel فعل في المصدر، يبقى هحتاج فعل مساعد دو او داز. بسأل هنا عن الوسيله اللي بيروحوا بها المدرسه، يبقى هاو، هاو دو الفعل زي، how do they travel to school. number 6 James plays، بيلعب تنس in the park. plays هنا الفعل مضاف له اس، يعني مضارع بسيط، يعني هذا بدو ولا does؟ does، لان جيمس مفرد اسم شخص، عشان كده هحتاج الفعل اس. يبقى اقول where does James play tennis، بيلعب فين تنس. where does James. طب عايز اقول what، ماذا يفعل؟ نقول what does James do، what does James play، ماذا يلعب؟ فالإجابة نقول James play tennis. number 7 I'm going to the cinema، أنا ذاهب إلى السينما. بسأل عن مكان، أقول what، فعل مساعد إيه؟ هنا am عشان معاها I. طب أنا لما أسألك هسألك أنت you، اليو بيجي معاها am؟ لا، بيجي معاها are. يبقى what are you going، where are you going، sorry where are you going، اين تذهب، where are you going. الاجابه I'm 15 years old، عندي 15، يعني 15 15. يبقى اسال بايه، كم العمر، how old are you، حولت ال I am ل are you زي ما عملنا في الجمله اللي فوق. how old are you، كم يكون عمرك. عايز اعمل conversation دي، اديني بعض الوردز، ادوات الاستفهام اللي اقدر استخدمها. فأول واحدة سكرتيري بيقول Welcome to your new school، مرحبا بكم في مدرستنا. I have got a few questions، عندي بس ليكم بعض الأسئلة. قال له أوكي. First، أول سؤال، What's your surname، ما هو لقبك؟ قال له Morwood. Not do you spell that، إزاي بتقدر تستهجى الكلمة دي؟ فأسأل بها How do you spell that، M-O-R-W-O-O-D، Thanks، شكرا. Not is your first name، ما هو اسمك؟ يبقى what، الإجابة لويس. What is your first name. 3 Are you Lewis، فقال له I'm 12، 12 سنة. يبقى how old، مش how بس، how old are you، كم عمرك. Not do you live، فالإجابة 26 Elm Road، 26 شارع Elm. يبقى أقول أين، where. From 4 where. From 5 is your phone number، يبقى أقول what، What is your phone number؟ خد بالكم مش number phone، عشان احنا بنترجم بالعربي رقم التليفون فنقول number phone، ده غلط. هي what is your phone number. number 6
Do you travel to school? إزاي بتسافر المدرسة؟ I take the bus. باخد الأتوبيس. بسأل be how. How do you travel to school? Number seven. Class are you in? أنهي فصل أنت فيه؟ يبقى هسأل هنا بإيه؟ Which. لأن الإجابة بيقول I'm in 7E3. فصل 7E3. يبقى أنهي فصل؟ Which. Which class are you in? Number eight. Is your class teacher المعلمة بتاعتك في عيال Miss Evan؟ يبقى هسأل بهو من تكون المعلمة بتاعتك؟ Who is your class teacher؟ المرة الجاية بإذن الله هناخد أدوات الرب. Thank you for watching and goodbye.